تجوز واحدة عمرها 19 سنة، يعني قد يعني أنا قد جدة، ومن خلال زواجي للبنت بيخلق أحداث بيدمر الحارة، بيطوي يعني بيحرك الحارة كلياتها، وبيتأثر فيه كمان الشخصيات، بعض الشخصيات الرئيسية، فهي نتيجة حرية. يعني هو في جانب إنساني بالشخصية وفي جانب كمان فتني. صورت أنا أول تاني ثالث، طلبت من جابوني على الرابع، طلبت منه تطويره، طوره شكلا ما طوره مضمونا، يعني قلت له أنا ما بدي بيع بليلة، بدي بخ بق، بدي يصير بخاخ بق، ساوالي إنه الشكل بيبخ بق، إلا أنه المضمون ضل مثل ما هو. طلبت من أستاذ بسام إنه يطور الشخصية، وقال لي شلون بتطورها، قلت له بدي يتجوز سعاد، قام لي شو بدي يتجوز سعاد، رفض. طلب مني عباس النوري شخصيا اني ارجع على باب الحارة، قلت له برجع انا على اساس بس بدي اشوف النص، عرفتي علي شلون؟ فقال ايه خلص، وقلت له غير الشكل، ما بدي ارجع بخاخ مثله، لا برجع بدي بيع فشة فشاشي، يعني بيع لحمة بالطريق. قال لي ايه، كتبوا النص، عرفتي علي شلون؟ وقال اعطوني اياه، طلعت هيك لقيته على الورق كومبرس. فأنا كتير اتضايقت، كتير قد ما قلت لك، يعني أنا حسيت أنه عم يتآمروا على أبو غالب كأنه بدون يحرقوها للشخصية، لأنه كتبوها شخصية لألوقة يعني لناس تانين. فما قلت له مستحيل، غير بدل، قلت له قام اللي بدنا ياك، قلت له طيب بقدم لك اقتراح، بتوافق عليه هالحدث، بتعطيني بشتغل هالشخصية؟ قال لي شو هو؟ قلت له بدي طعمي الحارة لحم حمير. على فكرة عم حكيكي جد، قام راح استشار بسام، قال له لا، لأنه هذا الحدث بيساوي أبو غالب، فهمتي علي؟ لو كان الدور قصير، لو كان كذا، بيساوي أبو غالب. بده يعني استاذ محمد قبنط انه اشتغله، قلت له بشتغل بس النص بدي اقرا النص، شوف دوري، شوف الدوري ما عجبني، قام قال لي خذ الدور وطوره، خذ النص اقرا وطور دورك. هذا صاحب الشركه، قام بيجي المخرج بيقول لي انا شو بدك اشتغل بالنص، عدل بس لا تقرب لي على الشخصيات الرئيسيه. قلت له نعيما حبيبي، لا ذكي كتير والله، يعني تحطنا كومبرس على الهامش، نحن شخصيات باب الحاره الرئيسيين، عم تحط الشخصيات الغير رئيسيين وتساوي. لذلك كان من نتيجتها انه معلش تراجع مشاهدين باب الحاره، وقت استلموا الاستاذ الكبير الله يخلي لنا اياه زهير رجب.